اللاعب بشكل هو مستمر. اكيد ان المدرب رد على هذا وتكلم في عديد من المرات انه اشكال محرز هو قرارات جوارديولا في حد ذاته، هو لاعب متميز ولاعب صاحب امكانيات، لكن هذا حقيقه لا يفدي شيء، بمعنى انك تعترف انه محرز من افضل اللاعبين لك تضعه في عده يعني في غالب الموسم على دكه الاحتياط تستنجد به في المباريات الشوط الثاني في بعض الاحيان. انا ارى محرز يستحق فرصه اكبر مما نجده الان، معناه ياخذ في بعض المباريات. لاحظ انه كل لاعبين، واحنا كنا لاعبين ومحمد يعرف يعني من خمس الأعظم هو اكثر واحد تقريبا دخل بديل على امكانيات هذا اللاعب. لاحظ لما محرز حصل احسن لاعب في الدوري الانجليزي وكان في ليستر تحت قياده رانياري، هذا اللاعب لانه كان يلعب في كل مباراه كاساسي. صح. المباريات التدريب لا يكفي للاعب كي يكون متميز، لانك تفقد السنس، تفقد احساس المباريات والخصم، خاصه لما تكلموا على لاعب في هذا المركز بالذات. في بعض الاحيان لما يشارك محرز نلومه قليلا بعض الاحيان في فرص يكون قادر ان يسجلها ويكون قادر على التمرير. نقص المباريات وعدم مشاركته المستمره في المباريات لا تعطينا محرز الذي كان في ليستر، لانه لابد هذا اللاعب ان يلعب مباريات متتاليه. اعطي هذا اللاعب 10 مباريات متتاليه وستجده مثل دي بروين او افضل، لانه لماذا اليوم نتكلم على دي بروين كافضل اللاعبين الذي يصنع، وهو من افضل اللاعبين في مركزه، ولا احد يشك افضل لاعب في العالم في مركزه في وسط الميدان هو كيفن دي بروين، لانه يلعب كاساسي في كل مباراه. لماذا نتكلم على ستيرلينج تحسن في فتره ما وافضل من احسن اللاعبين في الدوري الانجليزي؟ لانه يلعب كاساسي، وقص على ذلك كل اللاعبين اللي يلعبوا كاساسيين. اليوم لما نتكلم عن المحرز يلعب مباراه اثنين ثم يضع على الاحتياط لا تعطيه الاستمراريه، فقطعا انه ياتي في مباراه يلعب جيدا لا يكون على المستوى الفينيشينج، على المستوى نهايه الهجمه يكون اقل من اللاعبين الذين يلعبوا كاساسيين. ولذلك انا اراه ظلم في مانشستر سيتي، لكن في حد ذاته انه انتداب جوارديولا لهذا اللاعب اعتراف ضمني بانه افضل مدرب في العالم ينتدب افضل لاعب في فتره ما في الدوري الانجليزي. جوارديولا لا يشتري الا اللاعبين المميزين. طبعا هو بص يا محمد، نتكلم عن الاساسيين بالنسبه لجوارديولا في السيتي، ايدرسون، فرناندينيو، دي بروين، ستيرلينج. بعد كده كله بيعمل روتيشن. صح. بعد كده كله بيعمل روتيشن. هو ظلم، وبعض اللعيبه اللي لازم المدرب يفهمها ويفهم طبيعه لعبها ويفهم طبيعه فورمتها، ان كل لعيب بيوصل لفورمه معينه لازم تديله استمراريه. لو قعدته وتريحه وتعمل له روتيشن مباراه مباراتين عاوز يستعيد تاني، رياض محرز مش من النوعيه دي. لازم يبقى رجليه في الملعب على طول وكأساسي في الملعب على طول. هو الآن بيقدم 70% مما يقدمه بالليستر، مش نتيجة ان هو يعني متكاسل او نوعا ما، لا، نتيجة قلة دقائق اللعب المشارك مقارنة فيه. بما يستحق حتى طبعًا. لا نقول مقارنة طبعًا. بالآخرين المشارك فيه، بس ده طبيعة مدرب. انا كنت احب من اللعيبة اللي انا كنت لو بلعب اتمرن تحت ايد جوارديولا، لانه هيطورك. بس في سلبيه تانية ان انت مش هتحافظ على مركزك، ما لازم تتعامل مع طبيعه المدرب. صحيح. انما كل في حاجه كويسه في لعيب الكوره عند رياض محرز، رجليه على المرمى كويسه، رؤيته مميزه، صعب واحد ضد واحد صعب التعامل معاه، صعب ان لعيب مهاري، لعيب صعب ان انت تتوقع طريقه لعبه. فكل حاجه في لعيب كره القدم في رياض محرز، المهاره والموهبه والرؤيه وشمال ويمين، لا حاجه مميزه، من المتفرجين اللي تقطع تذكره عشان تروح تتفرج عليه في الاستاد. هو من النوعيه دي للعيبه. فبالنسبه لي تعامل المدرب بعض الاحيان يبقى تعامل مختلف بالنسبه لي. فانا لازم يبقى ان احنا عشان نكمل الصوره او نقدر نحلل الصوره صح، نشوف جانب المدرب وطبيعته وجانب اللعيبه وطبيعته. فالمدرب الان هو يقول لك انا بقدر في بعض المباريات لازم يبقى اساسي. يعني النهارده مباراه ريال مدريد قدم فيها مباراه كبيره الفريق ككل وبداه اساسي. الماتشات الكبيره في هذا الموسم كان رياض محرز فيها نوعا ما فيها اساسي. فانت تحكم من المدرب عنده ثقه كبيره في اللعيبه. مباراه مدريد مثال طبعا، عشان كده ستيرلينج عشان كده الماتشات فعليا اهم مباراه في كل موسم مانشستر عنده ثقه كبيره فيه. فبالنسبه لي بعض الفترات من الموسم ظلم انه قعده، لانه كان في وصف في فورمه لازم الاستمراريه فيها وكاساسي فيها. فان انا لازم تتعامل مع طبيعه المدرب. هو الان في مجموعه من النجوم تتنافس على الجميع وفضلوا على ستيرلينج طبعا تتراجع، لان عاده الاثنين كابتن هم حلول كرات مرتده وسرعه ومهاره. فضلوا على برناردو سيلفا اللي كان احسن لعيب في الموسم الماضي. فبالنسبه له حاجات مميزه، انما لازم تتعامل مع طبيعه المرحله بالنسبه له. انما الاحصائيات بتقول يا محمد زي ما بقول لك، هم اربع لعيبه خمس لعيبه الاساسيين بصفه اساسيه بالنسبه لجوارديولا مع السيتي، ايدرسون، فرناندينيو، دي بروين، ستيرلينج، وبعد كده كله روتيشن بيعمل تغيير بالنسبه لي. طيب تعالوا نتعرف الان على تشكيله السيتي مع كابتن حاتم، تشكيله اختارها
سيد غوارديولا لتبدأ هذه المباراة بشكل أساسي. هنا ممكن بعض التغييرات على المباراة الماضية مباراة الكاس، لأن يبدأ برافو حراس المرمى، عودة كانسيلو على الطرف الأيمن، ستونس وتاميندي قلبي دفاع، مندي كطرف أيسر، رودريجو أمام قلبي الدفاع، ثم دافيد سيلفا برناردو سيلفا لاعبين الرب، محرز يعود للتشكيلة الأساسية، وأغويرو وجيزوس على 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 الطرف الأيسر. أكيد مباراة مهمة، لابد أن يأخذ مباراة بجدية من بداية